يعني انت كنت من اول المتبرعين واللي بتساهمي وبتجمعي تبرعات هنا للمستشفى مش كده؟ برافو عليك يا هند. انا كمان مبسوطه قوي ان انا جيت هنا النهارده لاني واقفه معاهم وبكمل المشوار معاهم. انا كمان عملت زي هند، ابتديت معاهم من زمان وسعيده جدا جدا بالنتيجه اللي وصلنا لها وفخوره بيها. حقيقي المستشفى مريحه نفسيا ونظيفه جدا وفيها امانه وفيها حنيه، وكل اطفالنا شايفاهم مبسوطين، ويا رب اسرهم كمان تخرج دايما من هنا مبسوطه وبالشفاء دايما. كمان سعيده اكتر ان انا موجوده وان انا هكمل معاهم حلم جديد ان شاء الله، مستشفى 57-357 في طنطا. تخيلوا هيبقى عندنا مستشفى كمان في طنطا. النهارده وانا موجوده هنا شفت اسماء كتير في كشف المتبرعين، ان شاء الله كلهم هيتقابلوا مع بعض في الجنه. ليلى عيني.